energy companies, oil companies, and so on. Honda, this is their car. Their driver advertising cigarettes, advertising, talk about China. Because here's a relation to China. But here's something else. Other legislation which prevents you from doing business in the West. هذه الفعالية هي تتكلم عن واقع عملنا وكيف ممكن ربطه ومقارنته بالأحداث العالمية. ومن أهم الأحداث العالمية هي الأنشطة الرياضية المختلفة اللي تنفذ في مختلف دول العالم، ومنها الفورمولا 1. طبعا الفورمولا 1 من أفضل المقاييس لقياس أدائنا في العمل. طرح الخبير مارك بقصص نجاح الفورمولا 1. مفهوم النجاح من خلال الفورمولا 1 يعطي نوع من المفهوم او الادراك للجميع، كيف يعني قصص كانت يعني بحد ذاتها كانت فاشله يحولها الى قصص نجاح. لا شك ان المحاضر كان مقتدر، اعطانا من الامثله القصص اللي ممكن انت ما يكون الفشل عائق بينك وبين انتاجيتك وتطورك في العمل، وهذا بالعكس يعني يعطيك دافع قوي انك تستمر في العمل. So these are the